مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. نخصص هذه الحلقة للحديث عن فتح معبر أدري لعبور المساعدات الإنسانية، ونحاول في هذه الحلقة الوقوف على المعوقات والمصاعب التي تواجه فتح هذا المعبر وإمكانيات تعزيز العمل فيه حتى تصل الإغاثات والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مناطق دارفور المختلفة. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الخبير في منظمات الأمم المتحدة والعمل الإنساني الأستاذ محمد الشابك، ليحدثنا بخلال تجربته من خلال ممارسته لهذا العمل بشكل يمكن يومي عن هذه المصاعب والمشاكل والحلول التي يمكن أن تقدم. أستاذ محمد الشابك، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. أهلا وسهلا، مرحبا بك أخي رشيد. طيب أستاذ محمد، يمكن أعلن المبعوث الأمريكي أو أعلن اجتماع جنيف، يمكن ده الانتصار الرئيسي أو الإنجاز الرئيسي لهذا المنبر الآن، عن فتح معبر أدري. ماذا يعني فتح معبر أدري؟ يعني أولا إنسانيا من الناحية المساعدات الإنسانية، ماذا يعني فتح هذا المنبر المعبر؟ معبر أدري طبعا معبر مهم جدا، ويربط ولاية غرب دارفور بتشاد، وهي منطقة حدودية قريبة جدا من الجنينة، ويسهل كثير جدا دخول المساعدات إلى الجنينة ومنها إلى يعني باقي دارفور، فهي خطوة كبيرة جدا في طريق انسياب المعونات الإنسانية، وتم الترحيب بها ترحيب كبير جدا، لأنه قبل فتح معبر أدري كان المعبر الوحيد المفتوح في الحدود الغربية كان هو معبر الطينة، هو في شمال دارفور، وكان يعني لوجستيا الدخول أصعب والمعوقات أكثر من خلال المعبر ذاك. طبعا بعد أحداث السودان كل المنظمات الدولية كانت عاملة في دارفور بالتعديل، يعني أو معظم كانت عاملة بالتعديل في وسط وغرب دارفور، انتقلت إلى أبشي ونقطة العبور يعني معبر أدري لا تبعد عن الجنينة يعني نص ساعة، فهي خطوة كبيرة جدا. طيب، إذا تم استغلالها بالطريقة الصح. لكن يعني نلاحظ أنه يعني رغم الكلام الكثير عن ما يمكن أن يحققه هذا المعبر، إلا أنه يعني موسم الأمطار الاستثنائي خلق صعوبات كبيرة، خصوصا أنه عدد كبير جدا من الكباري في هذه المنطقة على التدمر، وكثير من الطرق لا يمكن أن تسير فيها الشاحنات في الوقت الحالي. طيب قبل ما أنا جاوب على سؤالك ده، داير أعمل تكملة مهمة في موضوع معبر أدري. مهم جدا أنه نفهم أنه الحكومة السودانية ليس لديها سيطرة ميدانية على معبر أدري، ولكن هي سيطرة دستورية، يعني الموافقة لا يمكن دخول الأمم المتحدة، لا يمكن تخرق سيادة الدولة والدخول عن طريق معبر أدري من غير موافقة الحكومة السودانية، وهذا الاختراق اللي اتعمل في جنيفا. بالنسبة طبعا الموسم موسم بتاع أمطار، وموسم موسم موسم دل ريني سيزون في كل السودان، ففعلا يعني سمعنا امبارح ولا امبارح كان في دمج كبير لبعض الكباري مورني وكوجو، وتقريبا الجنينة الآن اتعزلت من باقي ولايات دارفور، ولكن يعني ده ما حيأثر لوقت طويل، يمكن المعبر مقفول لفترة طويلة، فالأمطار والكوارث الطبيعية حاجات بتحصل قد يعزل الجنينة لفترة ما أكثر من يعني في توقع 15 يوم، لأنه الوديان دي الموية فيها بتمشي يعني ما بتقعد أكثر من 15 يوم، ويمكن للشاحنات بعد 15 يوم تقريبا أو 20 يوم تواصل في توزيع إغاثتها، فهو دي معضلة، لكن ما حتوقف شغل. ممكن في الوقت الراهن المنظمات قد تلجا مرة أخرى لمعبر الطينة أو لطريق الدب اللي هم دي الحياة اللي كانت فاتحة قبل الاختراق الحصل مؤخرا في معبر أدري، فهي فعلا مشكلة بتاعت وصول بسبب كوارث طبيعية، ولكنها لن توقف العمل الإنساني لفترة طويلة. طيب، يمكن مبارح يعني في المؤتمر الصحفي لقوات الدعم السريع من جنيف أعلنوا أنهم اتفقوا مع الأمم المتحدة على فتح المطارات في الأربعة في دارفور الواقعة تحت سيطرتهم: الدعين، نيالا، الجنينة، وزانينجي. أولا، هل هذا ممكن؟ وهل يمكن أن تقبل الأمم المتحدة العمل هكذا؟ وشنو الممكن تساهم به والطيران في ظل الاحتياجات الضخمة للمساعدات؟
طيب انا يعني انا سمعت جزء من الحوار او المؤتمر، وافتكر كان المتحدث محمد مختار، وهو بالطريقه اللي انا سمعتها انا افتكر الكلام اخرج من سياقه، لانه بالطريقه اللي انا سمعتها انه طرحنا قال للامم المتحده فتح المطارات لانها حتسهل. طبعا من الاستحاله يعني تشغيل المطارات بدون قبول الطرفين، ودي عمليات اغاثه دوليه مستحيل ولن تقبل الأمم المتحدة من غير ما يكون في اتفاق بين الطرفين إنه يتم استخدام المطارات لأسباب كثيرة جدا. يعني استحالة تنفيذ عمليات إنسانية عن طريق المطار من غير ما إنه الطرفين يكونوا موافقين، أو على الأقل الطرف الغير مسيطر طرف الحكومة البورسودان. فأنا إذا كان يعني ده بالطريقة اللي سمعتها، إذا كان قيل بطريقة تانية أعتقد إنه برضو ما يعني هذا الكلام غير مطروح الآن. الأمم المتحدة لن تجازف حتى إذا تم إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بتسهيل الإغاثة وفتح المعابر الإنسانية وفتح المطارات، لازم يجب أن يتم الاتفاق من الطرفين، غير كده حيكون كلام ساكت. الحاجة الثانية، فترة الحرب الطويلة الفاتت أثرت على المطارات. يعني المطارات الآن حسب ما علم تم تدميرها، معظم المطارات في الأربع ولايات الأخرى تم تدميرها بسبب العمليات الحربية في الفترة الفاتت، فهي لا هي ولا الأبراج الموجودة فيها غير قابلة للاستخدام في الوقت الحالي. طبعا إذا تم فتح أو تم اتفاق على انسياب العمل عن طريق أو فتح، إذا حصل اتفاق زي ده ودي كان الحاجات المؤملة إنها تكون في جنيف، كان حيكون اختراق كبير. ولكن في الوقت الحالي ما أفتكر إنه في أي إمكانية لاستعمال المطارات. طيب، يمكن الحكومة امبارح برضو في بورسودان أعلنت مجموعة من الإجراءات لإدخال المساعدات عبر أدري، منها التفتيش بطن، ضرورة الإعلان عن الجهة والجهة الناقلة والجهة المستلمة وطريقة التوزيع. ألا تعقد هذه الإجراءات العمل، خصوصا أن الحكومة ليس لها وجود يعني حقيقي في هذه المنطقة سواء في أدري أو في الجنينة؟ والله أنا ما سمعت بالإجراءات بتاعت امبارح اللي أنت قلت هذه، ولكن يوم 20/8 أو بعد الإعلان في جنيف عن فتح أدري، قامت مفوضية العون الإنساني بإصدار حزمة من الإجراءات، يمكن هي دي اللي أنت بتتكلم عنها. هذه الحزمة الإجراءات زي ما أنت قلت غير قابلة للتطبيق، لأنه لا حكومة عندها وجود في تشاد، طبعا ما عندها وجود في أدري من الناحية السودانية، ولكن في تشاد غير عندها وجود. العمل يتطلب إذا الإجراءات الفعل اللي هم أعلنوها دي عايزة ترتيبات كثيرة، عايزة موافقة بين دولتين هو تشاد وبين السودان، وبرضو عايزة موافقة الدعم السريع، لأنه ما أتوقع أنه بنفس المستوى الدعم السريع حيسمح بأنه يتم بإدخال يعني هو عنده سيطرة على الحدود، ما حيسمح أنه الحكومة تكون واقفة برا الحدود وتسمح. فهي هذه الإجراءات لحد الآن هي غير قابلة للتنفيذ ولم تنفذ أصلا، وفي انسياب للمعونات الإنسانية الآن بعد الإعلان عن فتح المعبر. في قافلات كثيرة من الأمم المتحدة دخلت، الأمم المتحدة منظمات تانية. حسب علمي الآن يتم السماح لهذه الشاحنات بالدخول عن طريق فقط إذن سفر بيطلع من المفوضية موجودة في بورسودان، وهو وإجراء أقرب يعني للعلم بالشيء أكثر من إنه يعني إجراء رسمي، هو يعني نوتيفيكيشن للحكومه انه احنا حندخل عدد هذا العدد من الشاحنات. والحاجه دي الان قاعده تحصل، ولكن في ارض الواقع ما في سيطره تسمح غير كده، وهذه الاجراءات غير قابله للتنفيذ بشكلها المعلن في الوقت الحالي. طيب، هل يعني ممكن يعني عشان نختم اللقاء ده، هل ممكن نقول انه منبر جنيف كان متفائل أكثر من اللازم بفتح معبر أدري، لأن النتائج ستأخذ وقتها حتى تظهر على الأرض؟ هو منبر جنيف ما كان متفائل، هو منبر جنيف أفتكر أنه حقق نجاحات محدودة أكثر من اللي كان يأمل إنه يحققها. يعني منبر جنيف كان بيتكلم عن
3 المساعدات الإنسانية وصول المساعدات الإنسانية وعملية الفيريفيكيشن المونيتورينج ووقف إطلاق النار. فهو في الجانب الإنساني ده الاختراق الوحيد اللي تم، اللي هي منبر جنيف قال تحصل على التزامات من الطرفين بتسهيل العمل الإنساني. الوضع الآن في السودان وضع حرج جدا، فأي اتفاق أو دخول، وإحنا ما بنقدر ننكر إنه الآن منذ يعني الاتفاق بتاع جنيف دخلت مواد غازية كبيرة جدا جدا عن طريق أدري، وهي حتساهم بشكل كبير جدا في سد الفجوة الإنسانية الموجودة. طبعا منبر جنيف عشان نختصر لم يحقق كل شيء، ولكن النجاح المحدود هو يصب قطعا في صالح المواطن السوداني والمواطن بالتحديد الموجود في دارفور. الأستاذ محمد الشابك الخبير في شؤون المنظمات الإنسانية والعمل الإنساني، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص. شكرا جزيلا. مستمعينا، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.